أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. نقدم لكم هذه الحلقة من العاصمة اليمنية صنعاء. ضيفنا اليوم أيها الإخوة والأخوات هو الشيخ عبد المجيد الريمي، رئيس مجلس أمناء مركز الدعوة في صنعاء. حياك الله شيخ عبد المجيد. الله يحييكم. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. شيخ عبد المجيد، في بداية التسعينات أصدرتم كتابا تنتقدون فيه الديمقراطية ولكم موقف مضاد من الحزبية، لكنكم أصدرتم شريطا أسميتموه شريط الشخصية الإسلامية. قلتم فيه أن الحزبية والتحزب مما أثنى عليه القرآن، استنادا إلى قول الله تعالى أولئك حزب الله. كيف يمكن أن نجمع بين موقفكم المعارض من الحزبية وبين ما قلته في شريط الشخصية الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لا يزال الموقف من الديمقراطية هو الموقف لما تتضمنه الديمقراطية والحزبية من مضار ومفاسد عقدية واجتماعية وأخلاقية. وهذه النظرة ليست تعبير عن رأي شخصي، وإنما هي نتيجة لما يفهم على الأقل من وجهة نظري أنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من نصوص تعارض هذا المبدأ. إذن أنتم تعتبرون تصلون بحكمها إلى التحريم؟ هذا هو يعني الذي يظهر، لأن القرآن الكريم ينص في كثير من نصوصه على وجوب تحقيق الحاكمية لله سبحانه وتعالى، مثل قوله جل جلاله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومثل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومثل قوله جل جلاله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إلى غير ذلك من الآيات. والديمقراطية تعطي الحكم للشعوب والجماهير في اختيار أشخاصا، سواء في السلطة أو في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، لا تتحقق فيهم المواصفات الشرعية. إذن هل الطريقة الأنسب في تقديركم أن يتم مثلا تولي الأشخاص يعني بالاستيلاء على الحكم بالقوة، أم ما هي الوسيلة الأنسب في تقديركم إذا كنتم ترون أن الديمقراطية مفسدة؟ هو الأصل أن ولي الأمر الذي ينطلق من شريعة الله عز وجل ينظر هو والعلماء في مواصفات أهل الشورى ومواصفات أهل الولايات بشكل عام، والشروط التي اشترطها الشرع فيهم من العدالة والأمانة والتقوى والورع والمعرفة وحسن يعني التصرف فيما يوكل إليهم، ينظر هؤلاء في شروط هؤلاء، ينظر العلماء والحكام في شروط هؤلاء ثم يرشحونهم لهذه الأعمال. لكن نرجع إلى السؤال الذي طرحته أولا، الديمقراطية، موقفكم الديمقراطية. الموقف هو والحزبية كذلك. وأما ما ذكرته أنا في شريط الشخصية الإسلامية من قضية أن الله أثنى على الحزبية، فهذا خلاف كان سلفيا، خلاف بين السلفيين. نعم، هذا خلافكم مع الشيخ مقبل من هذه الوادعية، حيث ظن أو اعتقد أن أي تجمع جمعية أو أي شيء يعتبر حزبية محرمة. فأنا ذكرت أن الحزبية لا تذم لذاتها، وإنما على حسب المبادئ والقيم التي قامت عليها تلك الحزبية. فقلنا مثلا إن الله عز وجل لا شك أنه في القرآن مدح الحزبية وذم أولئك حزب الله أولئك حزب الشيطان، فدل على أنه لم يكره لفظة حزب الحاء والزاي والباء لمجرد هذا، ولكن للخلفية العقدية والأفكار التي. طيب، هل هذا يعني شيخ عبد المجيد الريمي أنكم تميلون إلى تعيين مثلا الحاكم لمجلس الشورى وليس انتخابهم من قبل الناس والشعب؟ هذا هو الأصل، يعني أن ولي الأمر هو الذي يختار،
وقد يتخذ وسيلة أو طريقة، لجنة أو شيء من هذا القبيل، يختارون أشخاصا، لكن لا يترك الأمر للشارع، لا يترك لصناديق الاقتراع. والسبب أن الشارع لا يدرك المواصفات الشرعية. طيب. التي وتدخل الحزبية والعصبية والمذهبية وتدخل الفرق الأخرى التي لها آراء تتعارض مع الإسلام، كالفرق الضالة من الرافضة والباطنية وغير ذلك، والأحزاب العلمانية وغيرها. هل رفضكم للديمقراطية يصل بكم إلى تكفير من يستخدم النظام الديمقراطي؟ هذا مبني على معرفة الشرع أولا من قبل هذا الشخص، ونقاط الخلاف والوفاق بين الديمقراطية والشريعة، ومعرفته بحجم المخالفة التي في الديمقراطية. فإن كان يجهل المخالفة فيعني الأصل هو الإسلام، لكن إذا كان يعرف المخالفة، وإذا كان يعرف حجم المخالفة فتعمد يعني الإتيان بهذه الأحكام، فقد وقع في مناقض لأصول الدين، مناقض للحاكمية، مناقض للتشريع، لأن التشريع حق الله عز وجل. لذلك تصفون النظام الديمقراطي بأنه نظام طاغوتي أنتم في مؤلفاتكم. الطاغوت لفظ عام يطلق على كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل. فقد يكون كفرا وقد لا يكون، يعني ليس من اللوازم أنه إذا أطلق الطاغوت أن يكون مقتضى الكفر مثلا. إذن أنتم لا تكفرون أحدا ممن يلجأ أو يشارك في العملية السياسية في الأنظمة الديمقراطية؟ خطأ. يعني شخص خاصة ممن تأول أن الديمقراطية هي بمعنى الشورى أو بهذا المعنى، فالأصل أن الكفر يدرأ بالتأويل ويدرأ بالاجتهادات التي تبنى على المصالح والمفاسد، وليس تفضيل هذا الحكم على شرع الله عز وجل. لكن ألا تعتقدون أن وجهة نظركم هذه التي ترونها يمكن أن تكون أرضية لتكفير الحكومات في العالم الإسلامي؟ لسنا مسؤولين عما يعني عمن يتجاوز الحدود الشرعية أو عمن يتجاوز القواعد والضوابط الشرعية فينطلق في التكفير. نحن عندما نضع أو نتكلم حول هذه القضايا نحن في نفس الوقت نضع الضوابط ونبين الضوابط التي في قضية التكفير، وأنه ما كل أحد يمكنه يصدر هذه الأحكام، أحكام التكفير. وحتى لو صدر الحكم أو الرؤية على فعل أو عمل أنه كفر فليس بالضرورة. أن يكفر فاعله. هذا أمر معروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب يعني كثير من التيارات الإسلامية التي دخلت في العملية الديمقراطية ترى بأن دخولها هو من باب استخدام أخف الضررين، حتى لا ينفرد أحزاب في قولهم غير إسلامية مثلا بالبرلمانات أو بمجالس الأمة في الدول الإسلامية. كيف تتعاطون مع هذه الرؤية؟ هذا هو الأساس في دخول بعض الحركات الإسلامية في هذا المجال. لكن هل يعني بقوا على هذه الرؤية، أم يعني حدث تطور في الرؤية إلى حد أن يعتبروا أن النظام الديمقراطي هو الشورى، وأنه ليس من باب دفع مفسدة أكبر وارتكاب مفسدة أصغر؟ لم يصل الأمر إلى هذا، ما انتهى الأمر إلى مثل هذا، بل تجاوزوا إلى أكثر. لو توقفوا عند هذا ما عندك مشكلة أنت. لو دخل شخص في المجلس البرلمان بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و يعني إرشاد الناس حين تقع مخالفة للشريعة إلى وجه المخالفة للشريعة، فهذا يعني قد يكون محل اجتهاد أو نظر بين العلماء. روما أنك